بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي ومتابعين قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب. النهاردة الصراحة عندي خبر محزن جدا جدا، أحزنني أنا شخصيا بطريقة كبيرة جدا. بصراحة أنا حزنت بطريقة الحمد لله. الخبر النهاردة إغلاق صحن المطاف حول الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة. عملنا درس من كام يوم قلنا ان السعودية علقت الطواف في الكعبة المشرفة، لكن الخبر المؤسف النهاردة بالنسبة لي انا كمسلم ولأي حد مسلم او في العالم الاسلامي كله، هو اغلاق صحن المطاف حول الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة. هنخش في موضوع الدرس على طول. أعلنت وكالة الأنباء السعودية إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط. وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الخميس عن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحها قبل صلاة الفجر بساعة يوميا، وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى. وأكد مصدر سعودي مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم أن سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط. ويأتي ذلك لضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، وذلك في غير أوقات الصلاة. ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين جميع القانتين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للحرمين بدخول المسجد الحرام والساحة المحيطة بها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الخميس. وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم. وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف بما فيه الروضة الشريفة وغلق مقبرة البقيع. الخبر طبعا محزن لأي حد مسلم وأي حد كان نفسه يروح العمرة الفترة القادمة. طبعا الخبر محزن جدا جدا لناس كتير، وأنا واحد من المسلمين طبعا حزنان لهذا الأمر، لأن الطواف أصلا مش هتوقف في الكعبة إلا عند قيام الساعة. فحتة إن الواحد ينظر للكعبة كده في التلفزيون وما يشوف الطواف، طبعا حاجة تحزن أي حد مسلم. فرب يا رب يكشف البلاء والغمة اللي حلت على العالم كله، ويسلم العالم الإسلامي أجمع من هذا المرض اللعين، مرض كورونا. للدرجة ديت أنا أول مرة في حياتي كلها أسمع عن إغلاق صحن المطاف حول الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة. ربنا يا رب يكشف الغمة دي يا رب. بس أنا في ملحوظة عن إغلاق ماء زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. يعني لو حد شرب ماء زمزم بنية الشفاء تقدر تشفيه من كورونا او اي حاجة غير كورونا، والعياذ بالله لو مرض ما لهوش شفاء في الارض. لان احنا كمسلمين عندنا عقيدة طبعا، يعني عقيدة راسخة بالايمان، ان اي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها فهي حق. فلو واحد شرب يقينا وهو متيقن ان ماء زمزم يشفيه، على الاقل حتى يملوا كميات كبيرة من ماء زمزم ويحطوها حتى خارج الحرم عشان خاطر لو حد عايز يشربها بنية الشفاء. لكن الخبر ده احزنني جدا جدا. انا مش قادر اقولك لو الفيديو عجبك اضغط لايك، بس الصراحة اللايك اللي حضرتك بتحطه هيخلي الفيديو ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي او على اليوتيوب فيقدر غيرك يشوفه. معلش، فانا بترجع حضرتك اضغط لايك عشان غيرك يقدر يشوف الفيديو دوت ويوصل عدد كبير من المسلمين. ونتمنى يا رب كلنا كمسلمين ساعة الجمعة بكرة بإذن الله ندعي ربنا ان ربنا يرفع عنا الغمة ويرفع عنا البلاء ويسلم المسلمين اجمعين من هذا المرض اللعين.
كان معكم أخوكم الفارس حسام، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك الآن بالقناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى مشاركة المقطع ودعمه بلايك.